حياكم الله مشاهدينا من جديد. وفي هذه المحطة نتحدث عن برنامج أبجريد، هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة من خلال احتضان أفضل 6 مشاريع تخرج طلابية. ابتدأ التسجيل وأيضا سيتم إغلاق التسجيل في تاريخ 20 أكتوبر. تفاصيل أوفى حول هذا البرنامج، أبرز الشروط، من هي الفئة المستهدفة، وأيضا المعايير والمسارات وغيرها، بكل ما يتعلق عن هذا البرنامج مع ضيفنا الكريم الفاضل نعمان بن سليمان الكلباني، أخصائي إدارة شراكات بحثية وابتكارية وقائد فريق إدارة برنامج أبجريد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير لكم جميعا أخت مها، وأنا سعيد تواجدي معكم للحديث عن برنامج أبجريد. حياك الله. إذن هو برنامج في نسخته السادسة، ليس بالجديد. تحدثنا عن تفاصيله في العديد من المنابر الإعلامية، ولكن أيضا من الجيد أن نأخذ بعض المتابعين عن فكرة البرنامج بشكل عام وأبرز الأهداف التي يركز عليها. نعم، برنامج أبجريد هو برنامج ماني في تحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، وهو يستهدف فئة الطلاب، طلاب الجامعات والكليات، من هم في السنة الدراسية الجامعية الأخيرة وما بعد الأخيرة كسنتين كحد أقصى. رؤية البرنامج تأتي مواكبة لرؤية عمان 2040 لدعم مشاريع التخرج ولخلق اقتصاد مبني على المعرفة. جميل. نعم. هذه هي يعني فكرة البرنامج وطبعا الأهداف، والتي من خلالها يعني سنركز على أبرز لربما المجالات الابتكارية التي أيضا يستهدفها هذا البرنامج. لو تحدثنا عن الإعلان لهذه الدورة، أبرز الشروط ومن هم الفئة المستهدفة؟ بالفعل هو تم الإعلان عن بدء التسجيل في البرنامج بتاريخ 18 سبتمبر، ويستمر تسجيل لغاية 20 أكتوبر إن شاء الله. الفئة المستهدفة كما أسلفت سابقا هم طلاب الجامعات والكليات، من هم في السنة الأخيرة، السنة الدراسية الأخيرة، نعم، وما بعد الأخيرة أيضا بسنتين كحد أقصى. فيما يخص الشركاء، هناك داعم رئيسي ومؤسس هو الشركة العمانية للاتصالات عمانتل، هي داعم للبرنامج ودعم للمسار الثورة الصناعية الرابعة، وأيضا هناك بنك مسقط هو داعم رسمي للمسار الصناعي في نسخته الأولى. نعم. أيضا ما هي الشروط للتسجيل؟ هناك أبرز الشروط هي وضوح فكرة المشروع، استيفاء كافة المتطلبات والمستندات المطلوبة للمشروع، أن يكون صاحب المشروع في السنة الأخيرة في السنة الدراسية الأخيرة، نعم، أو مثل ما أسلفت أنه يكون ما بعد التخرج بسنتين كحد أقصى. أكيد يعني من خلال استقبالكم للتسجيل من مختلف المشاريع ومختلف الطلبة يعني تصلون إلى أعداد كبيرة من المسجلين. ما هي عملية الفرز؟ ما هي الأولويات اللي من خلالها ستركزون على تصفية المشاريع المشاركة؟ في المرحلة الأولى هناك فرز أولي، هو فقط ينظر إلى المستندات التي تم طلبها في الاشتراطات. تتم مرحلة الفرز بحكم توفير كافة المستندات المطلوبة لاستكمال باقي الإجراءات. نعم. نتحدث عن أبرز المسارات التي يركز عليها هذا البرنامج. البرنامج جاءت والحمد لله في هذه النسخة بمسارين مختلفين. مسار الثورة الصناعية الرابعة، وهو بدعم عمانتل، وهو الداعم الرئيسي والمؤسس لهذا البرنامج، والمسار الصناعي وبدعم من بنك مسقط. وكل مسار له مجالاته. مسار الثورة الصناعية الرابعة هو في إنترنت الأشياء، في البيانات الضخمة، في البلوك تشين. المسار الصناعي في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية، الصناعة. ويأتي هذا البرنامج تكميلي
بعض البرامج الموجودة في البحث العلمي. نعم، ما هي حوافز الاحتضان من أجل تحفيز أكبر عدد من الطلبة بأن يشتركوا؟ لأنه نلاحظ أن هناك تنوع في البرامج، تنوع في المخرجات. أبجريد ما الذي يعني يميزه كحوافز للطلبة المشاركين؟ والله الحمد في هذه النسخة السادسة فيما يخص مسار الثورة الصناعية الرابعة تم رفع عدد المشاريع من 3 مشاريع فائزة لتكون 6 مشاريع فائزة. الدعم هو يأتي كدعم مالي ويأتي كدعم في فترة احتضان في برنامج معد مسبقا لمدة 3 سنوات. يأتي طبعا الاحتضان والدعم المالي للمسارين بنفس. نعم، طيب هذه الباقات المعدة كيف يتم أيضا اختيارها؟ نحن نتحدث عن شركاء في المجال التقني، تركيزكم على الثورة الصناعية الرابعة، كيف تقدمون باقة متكاملة بحيث أنه بالفعل ستساعد هؤلاء المشاركين للانخراط في سوق العمل سواء كان كوظائف أو أيضا من أجل تمكينهم في شركاتهم الناشئة التي تم دعمها؟ هناك لجان وفرق مختصة لتقييم هذه المشاريع، هناك لجنة فنية، هناك ستين كوميتي اللجنة التي تدور هي اللجنة العليا للبرامج هذه، هي معنية بتقييم مثل هذه المشاريع. نعم، طيب نحن نتحدث عن نسخ سابقة لهذا البرنامج وجئتم الآن بنسخة متجددة، أبرز ما يميز هذه النسخة ودعنا أيضا أن نتحدث كيف وجدتم مخرجات النسخ السابقة من حيث الأفكار والابتكارات؟ تأتي هذه النسخة بأبرز ما فيها رفع عدد مشاريع الفائزة في مسار الثورة الصناعية الرابعة، وتأتي على مسارين بحكم أن المسار الصناعي هو مسار جديد بدعم من بنك مسقط. بالنسبة للنسخ السابقة هو والله الحمد نحن في كل سنة في ارتفاع بالنسبة للعدد، لعدد المشاريع، لعدد المخرجات، لتنوع المخرجات وتنوع المشاريع أيضا. نعم، كم مدة الاحتضان؟ 3 سنوات. 3 سنوات، نعم. بعد هذه 3 سنوات كيف ستكمل هذه الشركات الناشئة مسارها؟ هو سيكون هناك طريق واضح لهذه الشركات بعد الاحتضان. في فترة الاحتضان طبعا هناك استشارات، هناك تقديم معونة من ما يخص، هناك ناس مختصين في هذا المجال في تقديم مثل هذه المشورات لدخول سوق العمل من بعد 3 سنوات هذه. أيوة، يعني الاحتضان أو الدعم يستمر حتى بعد فترة الاحتضان من برنامج أبجريد. إن شاء الله. نعم، جميل. هل لنا الإشارة على بعض القصص الناجحة قبل ختام هذه المقابلة، بعض القصص الناجحة التي تخرجت من هذا البرنامج واستمرت لمدة 3 سنوات واستمرت أيضا في المسار بعد فترة الاحتضان؟ والله هناك في شركات عدة، ليست بشركة واحدة، يعني هناك منها لاب مارينا، هناك بيانات ما زالت في الاحتضان أيضا. نعم، عدة شركات موجودة، هناك ما يقارب 8 شركات أو 9 شركات تقريبا هي في إيش اسمه في الاحتضان يعني. نعم، كلمة أخيرة توجهها لكل من لديه فكرة وأراد أن يحولها لشركة ناشئة. أنا أود أن أدعو جميع طلبة الجامعات والكليات للتسجيل في برنامج أبجريد على موقع upgrade.org وحثهم على المشاركة. وكما أود أن أشكر شركاء البرنامج والداعمين الرئيسيين في هذا البرنامج، جميع الشركاء. وكما أود أن أشكركم أيضا لإتاحة الفرصة لنا للحديث عن برنامج أبجريد وإتاحة مساحة كافية للبحث العلمي والابتكار في برنامج. الشكر موصول لك لمشاركتنا هذه التفاصيل الفاضل نعمان بن سليمان الكلباني، أخصائي إدارة شراكات بحثية وابتكارية وقائد فريق إدارة برنامج أبجريد. كل الشكر لك. شكرا لك.